أو أقول له بس كيما بس كيما ذا بس كيما ذا يجي هنا الرباع فوق اللوحة ولا عيب من عيب الوالي دخل في عقرب اسمح لي شو داير السوال طلق عينك يا الحب طلق عينك صور الداخل طلق عينك الداخل شو راه داير هذا كي يدير يفوت كي يدير يخدم شوف الحالة تاعنا اللي راني فيها جاو حلوا الروبارات وخلوهم بدوز يقصوا بهم مشلا احنا رانا في حالة خطيرة ماناش على الصاور ركبت عام الروبارات ما كانش وين مهم بينهم الحالة تاعنا اللي شوفوها نبروها شوف الحاج؟ اه شوف اه فرج حرب ها هو بحرب حرب ها تشوف ها من هي اللي معيش ولا حرب كاين الساس كاين الحديد كاين ها 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 حر انا بوكا ولا عم كاين انت ماشي 10 تاع بني 24 بني ادم يبوك ريسك ما نقدرش احنا انا باغي الماء يقولوا لنا نشبوا ما صرنا لا عصر تاع ما صرنا عين الطب ما صرنا الركور احنا رانا بالريسك 24 بلا ما في بلوك رانا قامي رانا خايفين انا قول لي شنو اش ها شوف هم عبد ضيع ها وتهدي زيره عندها شديد زيره اي هوز روحنا روحنا لا هو تفعل تحتها لا هو هو قبيله قعد لنا بسم الله الرحمن الرحيم صلاة والسلام عليك يا رسول الله احنا رانا في حي مخلوف بن بيدا ونطلب من سيد الوالي ولي ولي السعيدة وهو المسؤول الأول في الولاية ماذا به عر حي مخلوف بن بيدا رانا في حالة خطيرة رجال ونساء وأطفال متخوشين من هذه الباطنات ركبات عامرين ما عرفنا الماء لا حي ولا مخوض ما فهمناش كيفاه جات لوبيجي نشفت لكابات عدت من الخطرات كل خطرة تجي كل نخدون شكون هم يجوا ما نجموش نشوفوا الماء هذا نطلبوا من سيد الوالي يزور حي مخلوب بن ديدا ويشوف الحي هذا نتاع مخلوب بن ديدا كي راه صار له المشاكل الكبيره اللي رانا نبكوا منها كل الحي الاحياء راهم نيشان الا مخلوب بن ديدا رانا مخصوصين مخصوصين بزاف بزاف نطلبوا من سيد الوالي يزورنا في اقرب وقت باش يعني احنا نفرحوا بالوالي الى عرنا هو اللي قنعنا وحنا اللي نقنعوا من هذا السيد الوالي ما نسمعوا حتى الواحد إلا سيد الوالي نطلبوا منك إن شاء الله تعرنا قريب إن شاء الله وماذا به نطلبوا من سيد الوالي بنفسه يجي يشوف عيروا شابوا لقاو الماء وراهم كنوا بيجوا يلشبوا علينا بالموتورات والماء والحديد راه يبال تحت